يمم فؤادك شاطئ الرحمن، ثم اغتسل من سلسل الإيمان، وتجلب بالتقوى لكل فريضة، واسبغ وضوءك من شذى الغفران. تلك الجنان تفتحت أبوابها للعابد الصوام في رمضان. فاعرج إلى الباري بقلب طاهر، تأمن لظى وعقوبة الديان. خير الجليس كتاب ربك دائما، رتله تحرز جنة الرضوان. السلام عليكم مشاهدي قناة كربلاء الفضائية ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في رحاب برنامجنا خير جليس، ونسأل الله تعالى أن يتقبل صيامكم وحسن أعمالكم. بهالعالم الكبير منحلم كتير، ولكن يمكن نوقف عند أي مطب صغير ومنفقد الأمل من النجاح. لكن بهالعالم الكبير عنا مثل عليا رسمولنا أجمل طريق للوصول نحو النجاح. هالأشخاص هني وجع العمر، ضحوا كرمالنا، صبروا، ثبتوا وبقيوا بكامل قوتهم الإيمانية واستشهدوا، توكلوا على الله وما حولوا حياتهم لبقعة مظلمة من السواد. آمنوا بنفسهم فكانت المعجزات. فبكل ولادة يوم جديد خلينا نجدد توكلنا على رب العالمين، نطمئن بأن الله معنا وبقلوبنا عليم رحيم. رفقة طيبة نتمناها لكم. بفقرة عطر الأرض لليوم اخترنا لكم هالزهرة الحلوة اللي هي زهرة اللافندر. زهرة اللافندر أو الخزامة إحدى الزهور العطرة اللي بتميزها لونها، وبالإضافة لرائحتها الحلوة بتحمل معاني مختلفة ومنها الهدوء والإخلاص والنقاء. لزهرة اللافندر خاصية جدا مميزة، بحيث أنه يساعد اللافندر في التخلص من اضطراب القلق، كما أنه يخفف من أعراض الربو. أما كيفية الحصول على كوب الشاي باللافندر فهو من خلال تحضير براعم اللافندر فقط، البراعم وليس الزهرة مثل ما عم نشوف عنا. فنحن حنحضر هيدا الكوب المميز مع الشاي. من بعد ما غلينا مي وحطينا شاي وانتظرنا 5 دقائق، حطينا بمقدار 4 معالق من براعم اللافندر وانتظرنا 5 دقائق أخرى. وهلأ صار عنا الشاي باللافندر جاهز لحتى يكون كوب كتير مفيد وطيب، خاصة هلأ بشهر رمضان الكريم خلال سهراتنا العائلية. وأكيد فينا نستخدم مصفات، وفينا نزين هيدا الكوب بالقليل من براعم اللافندر، وهيك بيكون عنا خير كوب مع خير جليس رافقونا.
نرحب فيكم مشاهدينا الكرام في فقرة ثمار الفكر من برنامج خير جليس مع الشاعر والدكتور إلياس الهاشم، وعنوان كتابنا لليوم كمشت وجع. أهلا وسهلا فيك دكتور، ورمضان مبارك. أهلا وسهلا بكم ورمضان مبارك. علينا وعليكم إن شاء الله. بداية دكتور، كمشت وجع، يعني العنوان ملفت، لنقدم قراءة في عنوان كمشت وجع، ماذا قصدتم في هذا العنوان؟ كمشت وجع هو مجموعة قصائد بالمحكية اللبنانية، وقصدت بكمشت وجع انطلاقا من تعريفي للشعر، أن الشعر الذي لا يحمل هم، لا يحمل هما إنسانيا، فهو ليس شعر. نعم. اللغة أصب، يا مين يا خدا ويبرية، ومن كاس التعب يدلق ويصقية، ويغمس صبيعه بحبر الوجع، يترك النهدات على صدر الورق، يقعد لحاله يحكيها. نعم. كل إنسان يقرأ قصيدة معينة تتلائم هذه القصيدة مع نفسيته ومع ذاته، تعجبه أو لا تعجبه، لكن الوجع هو لكل الناس تحس به. أنا أحس بوجع خاص، ولكن الوجع الدائم في الحياة هو الوجع الذي تحس به كل الإنسانية. لذلك قصدت بأن كمشة وجع، كمشة عقد ما الإنسان بيقدر يحمل بإيده، أكثر من كمشة ما بيقدر يحمل، ومن هيك نحن كمشة تراب وسوف نعود إلى التراب. نعم، كمشة وجع، كأن لما قرينا قصائد كمشة وجع هي وجع الإنسانية، وجع البشرية، خاصة هلا وقت المشاهدين يتعرفوا على بعض عناوين هذه القصائد. نلاحظ اعتمادك على المعنى الرفيع من خلال الحس المرهف بعملية السبك، كيف اعتنيت لتوصيل فكرتك، لو توصيل القضية بهذه العملية؟ سؤال رائع جدا. الشاعر هو كسائر الناس، ولكن عنده إحساس يلتقط الأشياء بطريقة مغايرة عن الناس. فالوجع الذي أحس به أنا من خلال مشهد ما أو من خلال رؤية معينة، يكون هذا الوجع أستطيع بكلامي أن أعممه. مثلا عندما قرأت سيرة الإمام الحسين وتوقفت عند شخصية السيدة خولة بنت الإمام الحسين. نعم. كتب الكثير والأطنان من سيرة الإمام الحسين، ولكن عندما قرأت سيرة السيدة خولة وكيف أنا أقول قتلت، هزني هذا الشعور وهزني هذا الموقف. نعم. فكتبت بحزن وبألم وبوجع كيف تجسد هذا المشهد برؤيتي. يعني ما بعرف إذا بقدر أقول لك القصيدة. نعم. فيها وجع كبير. كان العنوان ملاك حارس بعلبك. ملاك تفضل. حارس بعلبك، تفضل. لأنه هي دفنت في بعلبك. امبارح من شي ألف عام وعام مر بالأرض ورمي سلام، وكانت حوله من جيوش كبار وسيوف مزروعة، وهن يتامى صغار وبعيونهم لمعة السوار وبوجهن رماح الحقد مرفوعة. وصلوا والأيد بالإيد سبايا، طهرهن عطر الزهر، هودي أهل بيت النبي وسابيهن يزيد. وببعلبك قلن عبد الآخر تعبهم السفر، وكان البكي والقهر طوف مطر، وقفوا وما إلهن حدا، لا رغيف لا نقطة مي لا هلا، وخولة ملاك صغير مثل القمر، بحضن امه قاعد مغلوله الايدين معصوبه العينين،
لا حامل حربي ولا حامل سيف ولا بد مناصب ولا عليها دين، خايف العبد من رضيع صغير يوقف ياخذ بطار الحسين. وهونيك هون الرجع، وهونيك صار الليل كله ليل، وانديل السما ضوى والبرد كله برد عصوت الاخ جوا، والارض وعلى الارض نزل من السما كوكب، وعلى الميلين حامل ملاكين، قالوا البشر مصيب لا حول ولا، وبأعلى صوت كبرت زينب وتشاهد لله زي شع النور طلعت على السماء خير. وعند الفجر قبل الصلاة توضى وصلى لله ركعتين وجمع تراب الأرض وقال له يا بي ترضى، ونطر بالطفل شجرة عطر تحرس بعلبك من الغدر مكتوب عجزعة كلمتين، هيهات ينطف النور الحسين وهيهات ينطف النور الحسين. جميل جدا، شكرا لك. فعلا يعني هيدا اكبر وجع منلاحظ بقصيدة كمشة وجع ملاك حارس بعلبك، حضرتك سميتها حارس ملاك حارس بعلبك، تعتبرها انه هي ملاك حارس لي بعلبك، وهون عندنا نحن ألفت بهيدا الموضوع. من في قصائد أخرى منشاهد إضاءة لحضرتك على مجموعة أخرى من الأوجاع من المعاناة وإلى قضايا، ومنها غياب الوعي العدل قضية الجوع، وعبرت حضرتك فرق خبزك للرايح والجاي. كم نحن بحاجة فعلا لشخصية الإمام علي عليه السلام، كونه على حتى تكريم الأمم المتحدة مثالا أعلى في إشاعة العدل والاحترام لجميع الناس وللمسلمين وغير المسلمين. بداية لنتحدث عن شخصية الإمام علي عند حضرتك بكمشة وجع. بدنا ننوه بداية أنه كمشة وجع ما زال يطبع تحت الطبع. شخصية الإمام علي، خليني أحكي بالمحكي. أي تفضل. الإمام علي بالنسبة لي أنا قامة إنسانية لا تتكرر. والإمام علي بالنسبة لي أنا كالياس الهاشم، أنا الهاشمي، أحب هذه الشخصية لأن أعتبره جد العرب وجد الهاشميين وباني الإسلام الإنساني. نعم. شخصية الإمام علي شخصية العدل المطلق وشخصية الأنسنة في كل الأديان. إذا أخذنا وصية الإمام علي لابنه الحسن في كلمتين: يا بني اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك. من هذا اختصار لكل عدالة الأرض ولكل سياسة الأرض ولكل عظماء الأرض، بأن يجعل الإنسان نفسه ميزانا بينه وبين غيره. هذه قمة الإنسانية وقمة العدالة، وأي فلسفات جاءت في الأرض لا تصل إلى هذا المستوى في الأنسنة. اجعل نفسك ميزانا. نعم. من هنا تذكرت الإمام علي يوم الولاية أنه طيب ليش الرسول قال له أنه أنا مدينة العلم وعلي بابها، وأنا من كنت مولاه فعلي مولاه. يعني هذه الشخصية ليست شخصية عادية ليوليها الرسول الأكرم هذه الصفة ويعطيه أن يكمل المسير. نعم. قلت في يوم الولاية، عنوان القصيدة يوم الولاية، أيه هو يوم الغدير. نعم. يوم الولاية طل النبي وشع الغدير حامل معه رسالة ويسأل مين بيكون الأمير. قال له يا ربي جبريل حملني الوحي وقبلت المصير، سلمت روحي إلك وقلبي نزير، مكت خلف وكسرت الصنم والحجر زهر والنخل كبر وتشاهد الرمل عاسمك، وحدك أدير دخلك يا ربي خلقتني بهالأرض
وعملت مني رسول ونبي وأنا عبد، وبكرة الموت جاي ما عندي صبي، مين بعدي خليفي؟ مين بيكفي المسير؟ قال له هذا الحوار بين الرسول والله وجبريل، قال له انت بتعرج اللي عندي وكفى، وبتبقى المدينة او علي باب هو الولاية والخلافة والبلاغة والأمين. وبيوم بداية دخلك يا علي، اسرج حصانك واركي العذاب، وفرق خبزك للرايح وجاي، وغمس ريشتك وعبي الدواب، ووعي العرب واكتب بالعدل وبحق الوصاية من صفين بعد الصوت جاي، ومن يوم الغدير الهلأ بعد ابو لهب داير على الرمل سكران، محمل على مرته حطب ومكذب الغير. جميل جدا. في هذه القصيدة أنا عم بطلب من الإمام علي إنه يفرق خبزه للرايح وجاي، لأنه علي لم يقبل، الإمام علي لم يقبل أن يكون في الأرض جائع، وليس في المسلمين جائع، في كل الناس. لذلك خبز علي يجب أن يفرق في رمضان. خبز علي ليس الخبز الطحين والمعجون، هو خبز الفكر، خبز المحبة، خبز الإنسانية، خبز الانتماء، خبز التربية على القيم. نعم. على الأخلاقيات، على قيم أهل البيت اللي هن نموذج الإنسانية في العالم. بارك الله فيك. خلينا نختم بفقرتنا مع صلاة شاعر، تفضل. صلاة شاعر فيها وجع وفيها نوع من يعني انعتاق الروح في شهر رمضان، انه يا هل ترى انا بصلي او بطعمي جوعان، يا هل ترى انا بصوم او بطعمي فقير. لقيت انا انه الصلاة انه لإلك انت، بس وقت بطعمي فقير بكون عم بتصلي مرتين. امبارح انا وعم بصلي بسمع صوت من فوق بيقلي انتبه يا شاعر، يا شاعر الكلمة، الصلاة تطلع من دمعة النهداء، من عب الوجع، من الآخ والقلي، والسماء بتشرع الدرفات وبتتلج خبز كرمال شي طفل جوعان من دمع الشتي بمن. انت وقت اللي عم تصلي ادعي لربك وادعي لغيرك انه يا رب ارزقني وارزق غيري. نعم. يا رب اطعمني واطعم الفقراء، يا الهي اعطني واعطي المحتاجين. ذلك تكون الصلاة مفتاح الى ربي، الى جنة رب العالمين. نختم معك بهالصلاة، صلاة شاعر. شكرا لك دكتور الياس، شاعرنا الكبير. بعد ما صرنا كبار بعدنا على القلب. شكرا لك دكتور الياس، اهلا وسهلا فيك، شرفتنا بحلقتنا لليوم. رمضان مبارك واهلا وسهلا فيك مجددا. يتقدمون بأمر الخطبة للفتيات.
فمشهود لهن بحسن الخلق والتربية وسعد الأب كثيرا، ولكن الابنة الكبرى لم توافق على أمر زواجها وفضلت البقاء للقيام بكل شؤون والدها ورعايته. مرت الأيام وفارق الأب الحياة، ولكنه ترك وصية والتي تنص على ألا يتم بيع المنزل إلا بعد تزويج أختكن الكبرى التي ضحت بسعادتها من أجل سعادتي وسعادتكن، ولكن الأربعة أخوات لم يكترثن لوصية والدهن الراحل ولم يفكرن في أمر أختهن الكبرى وقمن ببيع المنزل. فكل واحدة منهن تريد ميراثها من أجل زوجها وأبنائها، وقد نسينا تماما تضحية أختهن وأنها ليس لها مأوى تذهب إليه. احتارت الأخرى فاتصلت بمالك المنزل الجديد تتوسل إليه أن يعطيها بعض الوقت حتى تتمكن من إيجاد مأوى مناسبا غيره، وقصت عليه قصتها كاملة فوافق الرجل الخلوق. وبعد عدة أيام جاء الرجل إلى المنزل فارتبكت الفتاة ظنا منها بأن المدة التي سمح لها بها قد انتهت، ولكنه أوضح أنه قد قدم إليها في أمر غيره وأنه للتو قادم من المحكمة وبيده ورقة تنازل عن المنزل باسمها، وأنه قد وهبها المنزل قمهر لها إن قبلت الزواج به، وإلا تفعل فقرارها لن يغير من الأمر شيء، فالمنزل ملك لها في كلا الحالتين. اغرقت عيني الفتاة بالدموع لأنها علمت أن الله لن يضيع أمرها وأن حسن الظن بالله سعادة وعبادة. العبرة المستفادة مشاهدينا الكرام من هذه القصة ما أروع حسن الظن بالله حين يوقن المؤمن أن بعد الكسر جبرة وأن بعد العسر يسرى. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.